السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، معكم أحمد حسن من جلوبال أوفرسيز جروب. طبعا علشان معرض الكانتون قرب إن شاء الله هنحاول نذكر لكم أهم النصائح لأي حد إن شاء الله جاي يزور معرض الكانتون، فإن شاء الله تابعوني وإن شاء الله تستفيدوا. أهم حاجة قبل معرض الكانتون إن أنت تسجل وتعمل كارت الدخول، بيبقى كارت زي كده بيكون فيه صورتك والرقم اللي أنت تقدر تخش بيه معرض الكانتون. الكارت بيتعمل مباشرة من على الموقع الرسمي أو من خلال الفنادق في أكثر من 30 فندق في مدينة جوانجو، ممكن تعمل الكارت من خلالهم، أو لو اضطريت إن أنت تسجل أول يوم، طبعا أول يوم بيكون زحمة جدا، ولكن لو اضطريت إن أنت تسجل أول يوم هتحضر صورتين شخصيتين وتدفع رسوم حوالي 100 ريمبي. بيكون الكارت صالح معاك عدة سنوات تستخدمه في أي وقت مجانا. طبعا الحضور بدري علشان تقدر تلحق يومك، وكمان تبقى عارف مواعيد اليوم الأخير في كل مرحلة لأنه بتخلص حوالي الساعة 2 الظهر. حاول تختار حذاء أو جزمة مناسبة أو كوتش مريح، علشان فترة بقائك في المعرض هتمشي كتير جدا وممكن رجليك تتعبك لو الكوتش بتاعك أو الجزمة بتاعتك مش مريحة. طبعا المعرض فيه مسجد في الدور الارضي، تقدر توصله بسهوله جدا قدام الصاله 2.1 في المنطقه A في الدور الارضي خالص في نهايه الممر، تقدر تلاقي مكان الصاله او المصلى. حاول تتجنب الاماكن بتاعه الطعام او الوجبات السريعه اللي بتبقى في الدور الارضي اوقات الذروه، اللي هي بتكون من الساعه 12 الظهر لحد الساعه 2، المكان هنا بيكون زحمه جدا جدا. لو حبيت تسال على اي حاجه في المعرض بيكون في مكتب زي كده اللي هو مكتب المعلومات، تقدر تسال عليه على اي حاجه. والافضل لو انت عايز تروح شركه معينه وبتبحث عن منتج معين يكون معاك اسم المنتج او رقم الشركه العارضه اللي هو رقم الكشك بتاعها او اسم الشخص باللغه الصينيه، ده هيسهل عليك كتير جدا ان انت تقدر توصل للمكان اللي انت عايزه. انك تتابع العلامات اللي موجوده في المعرض، هي مع علامات ارشاديه بتحاول تسهل عليك الوصول للاماكن اللي انت عايز توصلها بطرق بسيطه جدا، فدي مهمه جدا خدوا بالكم منها. خلي معاك ورقه او قلم، هتحتاجهم جدا هنا معاك في المعرض عشان تدون اي بيانات او تكتب اي معلومات انت عايزها. العلامه دي بشكل عام لو شفتها في اي مكان سواء في المعرض او خارج المعرض، دي تعني الاتجاه بتاع المترو او المترو، العلامه اللي احنا شايفينها دي دي علامه مترو الانفاق. خدمه الانترنت في معرض الكانتون مجانيه، بتنزل التطبيق من اي كشك من اكشاك المعلومات اللي هي بتكون منتشره على مدار المعرض بالكامل، بتنزل التطبيق وتبدا ان انت تخش الواي فاي مجاني طول فتره المعرض. لو انت بتستخدم جوجل او اليوتيوب او الفيسبوك بشكل عام وانستجرام وعايز تستخدمهم هنا داخل الصين، فلازم تنزل برنامج في بي ان قبل ما تيجي الصين هنا علشان تقدر تستخدمهم بشكل طبيعي، لان الصين قافله كل البرامج دي. ان انت تحصل على الدليل او الكتالوج بتاع المعرض اللي بيكون فيه خريطه توضيحيه للمعرض بالكامل، وبيكون كمان فيه بيان لاقسام والمنتجات اللي بتكون في كل مرحله، ده مهم جدا فلازم تحصل عليه اول ما تيجي وبيكون مجاني. لو انت معاك حقائب او شنط وعايز تشيلها علشان ما تلفش بيها في المعرض، في المنطقه ايه في البوابه رقم 7 في مكان لتخزين الحقائب، ممكن تخزن الحقائب فيه وتبقى عندك حريه في الحركه. لو وقفت في كل صاله مرتين تبص على منتجات، ده هيستغرق منك وقت تقريبا ساعه، فخد بالك كويس جدا من اللي انت جاي علشان وركز فيه، وخلي اي حاجه اضافيه بعد كده بعد ما تخلص المنتج بتاعك. لو انت من محبي تجميع الكتالوجات، الافضل ان انت يكون معاك شنطه ظهر او على الاقل شنطه صغيره، شنطه جره عشان تقدر تشيل فيها الكتالوجات. بالنسبه للناس اللي بتروح مواصلات، اللي ما بيكونش عنده باص بيوصله لحد الفندق وبيروح مواصلات، حاول تخرج من المعرض بحد اقصى الساعه 5، لان بعد الساعه 5 الدنيا بتكون زحمه جدا جدا، خصوصا المترو، ممكن تقف في الطابور بتاع المترو اللي هو من المعرض لحد باب المترو، ممكن تقف في الطابور حوالي ساعه كامله لحد ما تخش المحطه. ان شاء الله لو اي حد عنده سؤال او استفسار يتواصل معنا مباشره على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه جلوبال اوفرسيز جروب، او يشرفنا في مقر شركتنا في مدينه جوانشو. اتمنى يكون الفيديو افادكم، وان شاء الله منتظرين في فيديو قادم سواء عن منتج جديد او خط انتاج جديد او تغطيه معرض في الصين. ان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.